مثل ما صوتنا على لائحة رفض التدخل الأجنبي في ليبيا بقطع نظر على من قدمها، سنصوت للائحة إدانة الاستعمار الفرنسي في تونس والمطالبة بالاعتذار والتعويض عن جرائم المختلفة من حقه، بقطع النظر كذلك عن من قدمها. هذا موقف مبدئي، نحن نتعاطى مع الملفات ومع التلوائح بمبدئية، نتعاطى وفق قاعدة تسبيق دائما المصلحة العليا لتونس على أي مصالح أخرى، ولن ندخر جهدا في ضرورة دعم هذا التمشي مع ضرورة تعديل هذه اللائحة مثل ما عدلنا في اللائحة المقدمة الأسبوع الفارط من حزب الحر السوري. سنطالب بإدخال بعض التعديلات عليها. على غرار التعديلات يقوم بشروط، هو في علاقة بالمدة الزمنية، في علاقة كذلك بضحايا، هناك ضحايا كثر كانوا يعني بالآلاف ضحايا هذه الانتهاكات، وخاصة تدقيق في هذه الجرائم، وعلى رأسهم الزعيم النقابي الوطني الشهيد فرعات حشاد مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل، والزعيمين الحبيب بورقيبة وصلاح بن يوسف اللذين كانا ضحايا للانتهاكات الاستعمار الفرنسي، وكلها يعني تدخل في إطار أحقاق للحق وإرجاع الحقوق إلى أصحابها. شكرا.